أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نتحدث في الأداب مع القرآن الكريم، وهناك مجموعة من الأداب أو أقسام من الأداب، في أداب خارجية وأداب قلبية وأداب الاستماع والأداب مع المصحف الشريف، بالإضافة إلى الحديث عن علم التجويد، تعريف علم التجويد، الهدف من علم التجويد وأقسام علم التجويد وحكم كل قسم من هذه الأقسام. أول حاجة بداية، الآن أنا لما بدي أقرأ القرآن هناك مجموعة من الأداب، حنبدأ بالأداب الخارجية. يعني أنا الآن لما بدي أقرأ القرآن إيش الأشياء اللي أنا بدي أتهيأ بها، بدي أقوم بها قبل بداية القرآن الكريم. أول أدب من الأداب الخارجية، تفضل. تمام. الآن ذكر أول أداب من الأداب اللي هي الطهارة من الحدثين. الطهارة من الحدثين، إيش ماذا يقصد بالحدثان؟ ماذا يقصد بالحدثين؟ في عنا الحدثان، حدث أكبر حدث أصغر. الحدث الأكبر هو الذي يستلزم، الحدث الأكبر يستلزم الغسل، والحدث الأصغر يستلزم الوضوء. فالطهارة من الحدثان، من الحدثين، الإنسان يكون يعني إذا هناك جنابة أو أسباب، أو يكون إنسان قد اغتسل، وإذا كان إنسان قد انتقض وضوءه أن يكون على وضوء. هذا أول أدب من هذه الأداب. الأدب الثاني من الأداب أن يقرأ القرآن في مكان نظيف، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى في مواطن يعني لا يجوز فيها قراءة القرآن، مثل مواطن النجاسات زي الحمامات وما إلى ذلك، لأنك أنت بدك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، بدك تختار مكان يعني نظيف ل مثلا قراءة القرآن الكريم. الأمر الثالث اللي هي قضية استقبال القبلة، أن الإنسان يتجه إلى القبلة عند قراءة القرآن الكريم. الآن استقبال القبلة هي شرط من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة، لكن ليس شرط القرآن، لكن أحسن والأفضل أن يتجه الإنسان إلى جهة القبلة. طب شروط صحة الصلاة، في هناك شروط غير الاستقبال القبلة؟ الطهارة بسموها، تدخل فيها الوضوء، طهارة البدن والجسم والمكان. طيب هاي يبقى عندنا استقبال قبلة والطهارة، ايش كمان في أخرى، امور اخرى؟ شروط صحة الصلاة، ستر العورة، وظل شرط رابع احنا قلنا الوضوء، طهارة داخل في الطهارة، دخول الوقت، دخول ايه الوقت. هذه اربع شروط من شروط صحة الصلاة. طيب يبقى، وعليكم السلام ورحمة الله. الأدب الرابع من هذه الأداب اللي هو استخدام السواك. استخدام ايه؟ السواك، لأنه الفم هو موطن خروج كلام الله سبحانه وتعالى، بدك تقرأ القرآن بالفم، فلا بد أن يكون هذا المكان ايه؟ مكان نظيف. والسواك يعني هناك أحاديث كثيرة تبين فضل السواك. من يذكر لبعض الأحاديث التي تبين فضل السواك؟ يا حبايبي بدنا نكون أنشط من هيك. حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهر الفم مرضاة للرب. نعم. إذا موجود السواك، السواك إيش بيعمل؟ بنظف الفم. لو أنا استخدمت المعجون أسوان بيأدي الغرض ولا لا يأدي الغرض؟ يأدي الغرض، مش مشكلة. المهم إيه؟ يعني تكون راحة الإنسان رائحة جميلة، وإن كانت السواك له فوائد أكثر كثيرة، يعني قد لك توفر مثلا في معجون الأسنان، لكن إذا الإنسان فيش عنده غير معجون الأسنان لو استخدمه يكون يعني أفضل من لا شيء. تمام. الأمر الخامس اللي هو الاستعاذة. إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن، إيش الدليل على ذلك؟ إيش الآية الدليل؟ الدليل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الأدب السادس من هذه الأدب اللي هو قراءة البسملة عند بداية القرآن، بعد الاستعاذة، بعد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم
تبدأ بقراءة القرآن الكريم إلا في سورة التوبة ليست فيها بسملة. احنا البسملة احنا نتحدث عنها بتفصيل كثير، وحنعرف انه ليش السبب، مثلا ليش البسملة او ليش سورة التوبة ليس فيها بسملة. سورة البسملة فيها نوع من الغلظة على الكفار، واول حاجة براءة من الله ورسوله الذين بتبرى منهم وامر بقتالهم ومقاتلتهم، قاتلوا ائمة الكفر واقتلوهم، واضح؟ فهذه الآية فيها نوع من الغلظة على الكفار والمنافقين، والبسملة هي عنوان الرحمة، فكيف تتناسب الرحمة مع يعني الأمر بقتالهم وكذا؟ ولهذا وسورة النمل فيها يعني بسملتين. تمام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هاي ست أداب، ننتقل إلى الأداب القلبية. الأداب القلبية، أول أدب من الأداب القلبية قال لك إنه الإنسان يقرأ القرآن بتفهم، بتدبر، بتمعن. الدليل على ذلك من القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بس بده يقرأ القرآن، الهدف قراءة القرآن الإنسان يتمعن في القرآن، يفهم ما يطلب منه. الأمر الثاني، بدي أقرأ القرآن بدي أبتعد عن موانع الفهم، يعني ما أكونش أنا منشغل بأمور ثانية وأنا بقرأ القرآن، لأنه إذا بقرأ القرآن منشغل بأمور ثانية مش حكوني فيش هناك تدبر لهذه الآيات أو للقراءة. تمام، الأمر الثالث، إيش معنى الإخلاص؟ إيش معنى الإخلاص؟ إيش يعني إخلاص؟ يعني كلمة، يعني لو قلت الحمد لله معناها إخلاص؟ انتوا فاهمين مش قادرين تعبروا. بمعنى انه انا اعمل العمل من اجل مين؟ من اجل الله. هاي الاخلاص، ان اعمل عمل واطلب الثواب من الله سبحانه يسمى اخلاص. هاي الاخلاص، بدي اقرأ القرآن بدي انا اطلب الثواب من الله وليس من الناس. تمام، الان في عنا حديث، من يقرأ لنا حديث اللي هو قصة عمران بن حصين؟ تفضل. لا بدنا نقرأ القصة كلها مرة. عمران بن الحسين في ثلاثة مرة عمران بن الحسين أنه مرة على الطارئ لم يقرأ، ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء. الآن عمران بن حصان مر على قارن يقرأ القرآن ثم سأل فاسترجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. الآن هذا الحديث في عنا في أحداث هذه القصة في شخصيتين، من هما الشخصيتين؟ الشخصيات عمران بن حصين، والشخصية الثانية هو القارئ، وفي عنا مجموعة من الناس عمران بيقرأ لهم. هي أحداث، هي الشخصيات في القصة. تمام، الآن عمران مر على القارئ وهو يقرأ القرآن ثم سأل فاسترجع. بدنا نسأل إيش معنى تسأل وما معنى استرجع؟ إيش معنى تسأل هنا؟ سأل ليس بمعنى لا استفسر ولا سأل سؤالا، هنا سأل طلب أجرة، يعني القارئ بطلب أجرة من مين؟ من الناس على القراءة. فاسترجع، مين اللي استرجع؟ القارئ لعمران اللي استرجع. إيش معنى استرجع هنا؟ استرجع معنى رفض، تراجع، رجع سأل. لا، كلمة حوقلة، ما معنى حوقلة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هنا هلل، ايش معناها؟ طيب استرجع ماذا قال بكون؟ استعاذ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب استرجع، قال: انا لله وانا اليه راجعون، يعني قالها انكارا على هذا الفعل. يعني عمران بن حصين انكر فعل القارئ
ولهذا رجع لهم وقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. طيب الآن ليش ربنا سبحانه وتعالى ادخر الأجر والثواب على أعمال الصالحة في الآخرة؟ ليش ربنا في الدنيا اللي بيعمل صالح يعطيه في الدنيا؟ الآن أنت أي عمل صالح بتقوم فيه متى تثاب عليه؟ طيب ليش ما في الدنيا تثاب على بعض الأعمال؟ عشان يختبر صبره. بتعرف لو كل الدنيا ربنا بده يعطيك اياها مقابل حسنه واحده غير كافيه؟ لو قلت انت سبحان الله وربنا بده يعطيك كل الدنيا مقابل حسنه بتكفي؟ لا تكفي. عشان هيك ربنا ادخر كل الاجور في الاخر، لانه كل اصلا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، اصلا ما لهاش قيمه، لانها في النهايه فانيه، لكن الاخره باقيه، الآخرة خالد مخلد فيها. يعني احنا مثلا حنخش الجنة نقعد لنا فترة بعدين نموت يجي ناس تانيين ربنا يخلق ناس تانيين نرجع الكرة الأرضية؟ لا، خالد مخلد فيها. يعني الإنسان لن يعني ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة ربنا يحضر الموت على هيئة كبش. ايش يعني كبش؟ خروف عجل. أنت بدلع أنتوا الخرفان عندكم. فيقول يا أهل الجنة، فيقول لبيك يا رب. يا أهل النار يقول الله كنوا في إفراج، في عفو رئاسي، في عفو رباني، فيقول لبيك يا رب. فقال تعرفون هذا؟ كله بيعرف الموت، ما كلنا متنا. فقل نعم يا رب، فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، فيقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. مش ربنا قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى؟ ما فيش، خلاص فيش موتة ثانية. ربنا قال عن الكهف ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. في الكافر العذاب المكان من كل مكان محيط به، بس بموتش لا يموت فيه. والمؤمن يبقى في الجنة يتنعم خالد مخلد فيها. أحد العلماء أراد أن يجعل لنا تصور بسيط نشوف قديش الحياة الدنيا بالنسبة للحياة الآخرة. الآن قال لك لو الآن إحنا جبنا حب سمسم، عارفين السمسم صغير، أنت لو كبشت حبات سمسم في كف في ذلك قديش بيطلعوا؟ بتطلع بالألاف لو بتعدهم ألاف ولا لا؟ كيف لو بدك توزن لك كيلو؟ كيف لو بدك تجيب لك تعبي لك كيس؟ تمام. فقال لو احنا وضعنا ما بين السماء والارض سمسم، ملينا سمسم، وكل ألف عام اجى طير اخذ له حبه سمسم، بيخلص السمسم؟ بس هيجي وقت يخلص. شوف قديش هيقعد فينا. الان السمسم بيخلص بالاخر ما بتخلصش، فيش خلاص، يعني ما فيش. خالد مخلد فيها. تمام. الآن ننتقل إلى الأداب الاستماع. أداب الاستماع، أول أدب من الأداب الاستماع أن يجلس الإنسان في أدب دوما. أنت تستمع إلى القرآن، لما تستمع إلى المحاضر كيف أنت الآن قاعد؟ أنت تستمع إلى إنسان بشر مثله مثلك. تمام. الآن لما يكون الإنسان مثلا يستمع إلى محاضر كيف يكون جالس؟ طب لو كان مثلا عميد الجامعة، لو كان وزير، لو كان رئيس، طب أيهما أولى بالاهتمام، كلام البشر ولا كلام رب البشر؟ يبقى لابد الإنسان أن يجلس في أدب دوما عندما يستمع إلى القرآن الكريم. الأمر الثاني أنه يستمع في إنصات وسكين، وربنا يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع يكون بيش؟ بالأذن. طب الإنصات؟ بالقلب، استحضار القلب نكتب. الأمر الثالث أو الأدب الثالث من هذه الأداب، لا يشغل ظاهره أو باطنه عما سوى الله. ما ينشغلش ويستمع القرآن بأمور دنيوية أو يفكر في أمور. أيوه. الأمر الرابع، إذا سمع آية سجدة إذا سمع آية سجدة
سجد فيها. هناك سجدات في القرآن الكريم حوالي 14 سجدة، 14 سجدة. عندنا في جزء عامة فيها سجدتان، هي أربع أداب. حننتقل إلى الأداب مع المصحف الشريف. أول أدب من الأداب مع المصحف الشريف إنه أنا أضع المصحف في مكان عال مرتفع، لأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه. الأمر الثاني، لا أضع القرآن على الأرض، لأن الأرض توضع للأشياء الممتهنة التي لا قيمة لها. أنت لما تروع البيت وين تحط جوالك؟ نعم، تحطوش على الأرض ولا لا؟ طيب أيوة، ليه؟ له قيمة. المصحف ربنا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوب. منفعش أنا أحط المصحف على الأرض، يعني لو أنا حتى بقرأ القرآن منفعش أنا أضع المصحف على الأرض. الأمر الرابع، يعني الأفضل لو حطوا على مكان مرتفع أو سلموا للي جنبه أو حطوا أفضل. باكستان لا يمكن أن يضع القرآن على الأرض، فش يعني حتى لو بده حتى لو بده يحمل حذائه وهو داخل المسجد ينحني انحناء كامل وماشي. شوف المصاعب يكون في أول مسجد، في أول مسجد على حامل بيكون حذائه قريب إلى الأرض وماشي فيه احترامه وتقديره. احنا الآن ما لناش غير، المهم احنا انت لك. اذا انت عظمت هذا الامر ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تمام. الامر الثالث، اذا جيء بالقران للانسان ان يقوم للقران اذا جيء به اليه. كلمه علم التجويد، التجويد من جاي من كلمه جوده، فالتجويد بمعنى حسن، فالتجويد بمعنى التحسين. من ناحية اصطلاحية قال لك هو علم يبحث في ألفاظ القرآن من حيث إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات. الآن من حيث إخراج كل حرف من مخرجه، هذا العلم يبحث في ألفاظ القرآن. طب إذا كان يبحث في ألفاظ القرآن من حيث المعنى، إيش بنسمي علم إيش؟ إذا هذا العلم يبحث في ألفاظ القرآن من حيث المعنى، إيش بنسمي هذا علم؟ العلم الذي يبحث في ألفاظ القرآن من الله يفتح عليك، ما لكم ليس اليوم على قولكم صحصحوا. إذا كان هذا العلم يبحث في ألفاظ القرآن من حيث المعنى بنسمي علم التفسير. لكن العلم يبحث في ألفاظ القرآن من حيث إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات، هذا يسمى علم علم التجويد. طيب من حيث إخراج كل حرف من مخرجه، عندنا المخارج في نوعان من المخارج، مخارج رئيسية ومخارج فرعية. يبقى هذا العلم يبحث في مخارج الحروف، ويبحث في حاجة ثانية، يبحث في إعطاء كل حرف حقه ومستحق. يبقى في عندنا حق الحرف، في عندنا مستحق الحق، في عندنا حاجة اسمها حق الحرف وفي مستحق الحرف. ما هو حق الحرف؟ قال لك الصفات الملازمة للحرف التي لا تنفك عنه مطلقا، ما بتفرقه، تبقى زي الترقيق أو زي التفخيم لحرف الخاء. الخاء دائما مفخمة، الصاد دائما مفخمة، الضاد دائما. فالتفخيم لهذه الحروف يسمى إيش؟ يسمى حق الحرف. صفات ملازمة لا تفارقه إطلاقا، السين دائما مرققة، الكاف دائما مرققة، العين دائما مرققة، هذا بنسميه إيش؟ حق الحرف. في عندنا مستحق الحرف، ماذا يقصد بمستحق الحرف؟ أيوة، هي الصفات التي ملازمة لكن تفارقه أحيانا، تنفك عنه أحيانا، زي التفخيم والترقيق لحرف الراء ولام لفظ الجلالة والألف. الراء مرة مفخمة مرة مرققة، لام لفظ الجلالة مرة مفخمة مرة مرققة، الألف مرة مفخمة. فهذا بنسميه مستحق الحرف. بكرة بيجيك في الامتحان مثلا اكتب المصطلح العلمي الصفات الملازمة للحرف
التي لا تفارقه مطلقا. ايش هذه؟ تعريف ايه؟ حق الحرف. الصفات الملازم الحرف تفارقه احيانا، مستحق الحرف. طيب ما هي الان الصفات، او خلينا نقول الهدف والغاية، الهدف والغاية من علم التجويد؟ اول حاجة حماية اللسان من الخطأ. انا اتعلم علم التجويد حتى اقرأ القرآن قراءة سليمة، اصول اللسان من الخطأ. الامر الثاني من الخطأ واللحن، تمام. الامر الثاني حتى انال الاجر والثواب من عند الله وانال الفوز في الآخرة، لانه يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، تمام. الآن أقسام علم التجويد، ينقسم علم التجويد إلى قسمين. تجويد علمي وتجويد ايش؟ عملي. ايش تعريف علم التجويد العلمي؟ ايش تعريف؟ قال معرفة الاحكام من ناحية نظرية، ان نعرف الله حروف التفخيم خص ضغط تنقذ، حروف القلقلة قطب جد، اعرفها من ناحية نظرية يسمى تجويد علمي. طيب ايش هو التجويد العملي؟ قال هو معرفة الاتيان بالقراءة على الوجه الصحيح، ان اقرأ القرآن بالاحكام. لما يمر معي حرف قلقلة اقلقل هذا الحرف، مر معي ادغام ادغم، مر معي اظهار اظهر، تمام. بمعنى انه اطبق هذه الاحكام اللي انا عرفتها على قراءة القرآن. ايش حكم التجويد العملي وايش حكم التجويد العلمي؟ التجويد العلمي حكمه فرض كفاية. ايش معنى فرض كفاية؟ فرض الكفاية اذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الاخر. اما التجويد العملي فرض حكمه فرض عين. ايش فرض عين؟ يعني واجب على كل مسلم بنفسه ان يقرأ القرآن قراءة بالاحكام. اقرأ ايه؟ كيف؟ ماشي. الأصل الإنسان يتعلم، والإنسان ما لا يولد متعلما، بده يتعلم. ممكن واحد يتعلم في شهر، في أحد في سنة، في أحد في سنتين، حسب إيش أوقات اللي بيفرغ. إذا الإنسان يعني كان عنده مقدر يتعلم وما ترك إيش، ترك التعلم، يكون هذا في هذه الحالة فعليه إثم، تمام. أنت كيف مسلم ولا تقرأ القرآن؟ أقل في هناك حد أدنى الإنسان يقرأ فيه، بدناش يكون مثلا زي عبد الباسط وزي الحسن، لكن إيه يقرأ القراءة الصحيحة. القرآن مثلا في أحكام المدود وأحكام النون، في أحكام هذه يعني تأهيلية لازم الإنسان يكون إيه متقن لها، أن يكون إيه متقن لها. طيب ايش الدليل على انه التجويد العملي فرض عين؟ عندنا دليلين، دليل من القرآن ودليل من السنة النبوية. الدليل من القرآن الكريم ايش هو؟ قول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. ما هو الشاهد من هذه الآية على ان التجويد العملي فرض عين؟ تفضل. يبقى هذه الآية فيها صيغتان من صيغ الأمر. الصيغة الأولى رتل فعل الأمر، والمصدر اللي هو المفعول المطلق في كذلك صيغة من صياغ الأمر. رتل فيها أمر، والأوامر في القرآن تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، وزاد هذا التأكيد أو زاد هذا الوجوب تأكيدا أنه كذلك الأمر. الصيغة الثانية صيغة خلينا نقول المصدر، تمام. الدليل الثاني مين يقرأ لنا من السنة؟ تفضل.
ايش سوى في كلمه الفقراء؟ مد كلمه الفقراء. يبقى عبد الله بن مسعود سمع الى قارئ الى عربي كان يقرا القران، فلما قرا انما الصدقات للفقراء والمساكين لم ياتي بالمد في كلمه الفقراء، فلما سمعه ابن مسعود قال ما هكذا اقرانيها رسول الله، مش هيك علمني اياها. قال كيف اقراك؟ كيف علمكم؟ قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. الان كلمه الفقراء ايش سوى في الالف؟ مد اتى منه. طب كيف فهمنا من هذا الدليل على وجوب على ان التجويد العملي فرض عين؟ ما هو الشاهد من هذا الحديث او من هذه القصه؟ صحح عبد الله. تفضل بس ارفع اذا قبل تتكلم. تفضل. الآن احنا شايفين ابن مسعود قام بتصحيح والاعتراض على القراءة. لو كانت التجويد العملي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما اعترضش على قراءته. لما اعترض على قراءته دل على انه التجويد العملي فرض عين، وإلا لما حسن له الاعتراض على هذه القراءة. الآن عندنا ننتقل إلى مراتب التلاوة. مراتبي لا مش مطلوب الإجماع، ما بدناش إياه. تمام. الآن مراتب التلاوة عندنا ثلاث مراتب من مراتب التلاوة. في عندنا حاجة اسمها التحقيق، في حاجة عندنا الحدر، في حاجة عندنا اسمها التدوير. بدنا نتعرف على كل واحدة من هذه الأمور، بالإضافة إلى ذكر تعريفاتها، متى تقرأ هذه القراءة، ومن مثلا من القراء كان يقرأ بهذه القراءة. أول حاجة التحقيق. التحقيق من ناحية لغوية بمعنى التدقيق. الآن الشرطي الذي يقوم باستجواب المتهم إيش بنسميه؟ محقق. ليش بنسميه محقق؟ بحقق معه، بدقق في كلامه كل كلمة، يقول أنت الآن قلت هيك، طب كيف الآن؟ واضح؟ بصير يربط بين كلماته. طيب الآن هذا من ناحية لغوية، أما من ناحية اصطلاحية فالتحقيق القراءة بتأدة وطمأنينة. القراءة بتأدة وطمأنينة. في نوع من التمهل في القراءة، نوع من التمهل في القراءة. هذه القراءة غالبا متى تستخدم؟ وقت ايش بيستخدموها القراء؟ في مقام التعليم، في مقام التعليم. الشيخ لما بده يعلم التلاميذ القراءة الصحيحة بيقرأ هو مثلا الحصر، يعني في له قراءة بتلاقيه قراءة تعليم مثلا، هو بيقرأ وبعضه يردد بعده، فبتكون فيها نوع من التمهل حتى الحرف يفهم عنه صحيح وكيفية خروج الحرف. تمام. فهذه غالبا تستخدم في مقام التعليم. مين من القراء استخدم أو كان يقرأ بهذه الطريقة؟ عندنا عبد الباسط، عبد الصمد، المنشاوي، الحصري، هؤلاء لهم قراءة، الحذيفي. تمام. الآن ننتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب التلاوة وهي الحدر. الحدر جاي من كلمة، جاي من المنحدر. ليش المنحدر؟ ايش المنحدر يعني؟ المكان يعني تنزل عن المنحدر، تلاقي وانت ماشي في سرعة في الحركة. طيب الحدر في الاصطلاح ما معنى الحدر؟ أيوة، القراءة بصورة سريعة بس مع مراعاة الأحكام. أنا بأسرع في القراءة لكن ما بضيع الأحكام. يعني مثلا اللي بده حركتين بعطيه حركتين، اللي بده أربعة بعطيه إيه؟ أربع حركات. هذه القراءة غالبا متى تستخدم؟ في التراويح، في القيام اللي في قراءة التراويح تلاقيه، لأنه مثلا بده يقرأ أكبر قادر فتلاقيه يسرع في القراءة. مين من القراء اشتهر بقراءة السديسي، المحيسني، القحطاني؟ ممتاز. يعني قراء مثلا الحرام كثيرا يقرأ بهذه الصورة لأنهم يقرأوا مثلا في قيام الليل، ويعني يقطع أكبر قدر من القرآن الكريم. أيوة، مثلا عنده مثلا ترتيب خلال شهر مثلا يكونوا قد قطعوا
القرآن الكريم. الآن المرتبة الثالثة وهي التدوير. التدوير بمعنى التوسط. تعريف القراءة بصورة متوسطة بين الحدر وبين التحقيق، بين الإسراع وبين التمهون. لا هو قراءة سريعة ولا قراءة فيها تباطؤ، بشرط الالتزام بالأحكام. طيب هذه القراءة أغلب الحالات يقرأ بها، قراءة التدوير أغلب القراءات. في الصلاة بنقرأ بالتحقيق بالتدوير، في قراءة مثلا في الاحتفالات بيقرأ بهذه القراءة اللي هي قراءة التدوير. وأغلب القراء اللي عنده قراءة بالحدر أو بالتحقيق له قراءة مثلا بالتدوير. طيب مين يمثل لي إيش يعني؟ مثلا يقول لي كيفية قراءة الحدر، كيفية قراءة التدوير، كيفية قراءة، يعني يقرأ آية يقول هذه مثلا بالحدر وهذه مثلا بالتدوير وهذه بال، مين يمثل لي على ذلك؟ تفضل. يعني في بتشوف انه مثلا في قضيه الحدر في نوع من الاسراء مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تلاقيني في نوع من الاسراء. طيب مثلا التدوير يكون شويه في نوع بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تجد في نوعية من التباطؤ في القراءة. الآن مثلا التحقيق بكون في تباطؤ واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بتلاقي فيه نوع من التباطؤ أو التمهل في القراءة. الحدر فيه نوع من الإسراع، التدوير يعني بصورة متوسطة، والتحقيق بكون فيه نوع من، يعني هو اصلا ما بزود في المدود، يعني مش اللي حركته بصير 7 و8 عشان يصير عنده تحقيق، لا، نفس اللي نفس الاحكام تاخذها، لكن بتكون هناك نفس القراءه في نوع من التباطؤ او نوع من الاسراع فيها. هيك بكون احنا يعني اتينا على المواضيع. الان بقيت عندنا نقطه واحده اللي هي قضيه تسميع الصورة اللي احنا تحدثنا عنها، بدنا نسمعها في كل اسبوع. بدنا نجي احنا ان شاء الله نقطع شيئا من جزء عما نسمعه في المحاضرة، وان شاء الله في المحاضرة الجاية نكمل باقي المواضيع. الان احنا ان شاء الله حنستكمل قضية تسميع الآيات.